فرحة لاعبي منتخب مصر يا أستاذ فاروق، وصف لنا الفرحة بعد ما صعدنا وفرحة اللعيبة وإحنا بنعرضها، اتفضل. اللعيبه كلها طبعا زي ما حضرتك شايف، اللعيبه كلها كانت فرحه، يعني ما كانوش مصدقين نفسهم، لان المباراه فعلا في البدايه كانت صعبه، وكان باين المنتخب الكاميروني في وسط ملعبه 45,000 متفرغ، ويعني الدنيا كانت صعبه جدا جدا جدا. انا عايز ابعت لحضرتك فيديو، بس انا مش عارف الفيديو ده ينفع ولا لا. الفيديو فرحه محمد ابو تريكه وهيثم فاروق في، ولما ابو جبل صد والمصري كسبت، فرحه بتبين قد ايه المصريين والاحضان وسط الجاليه المصريه هناك في الدوحه حاجه محترمه جدا. انا بشوف الفيديو بس احاول ابعته لحضرتك يا جماعه. حتى مشاري راشد، طبعا عارفين انتم مشاري راشد الشهير، طبعا مشاري راشد طبعا القائد الكويتي المعروف، طبعا الله الله يا مصر، ومنزل قلبين وعلم مصر اهو قدامكم مشاري راشد، يعني زي ما انتم شايفين اهو مشاري راشد اهو يمكن منزل. وخلي بالك يا كابتن، ده كمان هو منزل علم مصر بيتحرك، يعني انا بس عشان هو ده سكرين شوت، لكن لما تخش على التويتر اللي علم مصر بيرفرف عنده على الصفحه، يعني حتى هو متحرك انه بيرفرف، وصوره جميله جدا جدا طبعا. وادي فرحه محمد صلاح اهو، وكل وكالات انباء العالم بتصور وهو بيحيي الجماهير اهو زي ما انتم شايفين. طبعا صلاح نجم الشباك هناك يا جماعه، نجم الشباك الاول اهو زي ما انتم شايفين. انا معاك صوره للمشجع نزلوا مشجع كاميرون عبد الناصر، انا عايزك بس توريها للناس قبل الماتش، انا لقطتها من احد القنوات الافريقيه. بس عامل بس هو 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 لابس سنانه، هو حاطط نبين. ايوه انا عارف، ايوه حاطط نبين زي مصاص الدماء. دراكولا، عامل فيها دراكولا اللي احنا هياكلونا يعني النهارده. ربنا سبحانه وتعالى يعني كبيرة. هي شايفين الفرحة، وعجبتني الصورة، وعجبتني الصورة اللي بعدها والله اللي بعتها لحضرتك بتاعت بكاري جسامة دي، أنا بصراحة عجباني قوي، يعني عجباني قوي، لأن واحد من السنة اللي خدتها بصراحة. وأبو جبل هو يا جماعة نجم المباراة الأول، ضربتين جزاء صدهم أبو جبل والتالتة ضاعت أهو زي ما أنتم شايفين أهو. احنا طبعا النتيجه انتهت 3-1 عشان يكون عندكم علم، والكوره اللي ضاعت كانت الرابعه، يعني احنا مش في حاجه ان احنا نلعب، لان الفرق كان لعبتين. هم كان فاضل لهم كوره، واحنا جبنا 3، خلاص مش ملهاش لازمه.